بدأت رحلتنا المتواضعة في عام 2003 في جدة، المركز التجاري لبلدنا. مجموعة النهضة، نركز على الجودة والتنويع في المنتجات ورضا العملاء. بعد النجاح الباهر الذي حققته شركة النهضة الحديثة، قامت النهضة بتوسيع خدماتها من خلال فتح 7 فروع أخرى. في عام 2017 شكلت شركة النهضة الحديثة لتقديم مجموعة منتجات أفضل بأسعار أفضل لشعب بلدنا. الحمدانية، القنفذة، السلامة، الشربتلي وإكسبرس، في يونيو 2020 نواصل مسيرة البناء بافتتاح فرع المجاردة. هناك مفاجآت مبهرة بانتظاركم، الدعوة عامة للجميع مع مجموعة منتجات لم تشاهدها المجاردة من قبل، مع مستوى خدمة عملاء لم تشعر بها المجاردة من قبل، مع أرقى المنتجات التي لم تبهر بها المجاردة من قبل، مع خصوماتنا المذهلة التي لم تسمع بها المجاردة من قبل. نراكم قريباً، قادمون إلى نمرة والمخواء أيضاً.